فضلت فترة كبيرة شغال في ورشتي المنزلية وكانت بالشكل ده، وفكرت ان انا اعمل ديكور الورشة واعمل شكل جمال للورشة، وفي نفس الوقت التكلفة بسيطة جدا. واللي كان فارق معايا جدا موضوع الوقت، انا ممكن اعمل اي ديكور بس الديكور دوت ممكن ياخد مني وقت كبير، ففكرت كويس جدا في الديكور اللي انا هعمله، قسمت وقت كويس، ولحد لما اشتغلت في الورشة، والورشة في الاخر طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجة فكرت فيها عشان اشتغل براحتي افضي الورشة من كل المعدات اللي فيها، واي حاجة ملهاش لازمة او اي حاجة عاملة لي زحمة على الفاضي هشيلها ومش هتخش الورشة تاني. بعد كده هظبط ميزان الليزر على ارتفاع 80 سم من الارض، وهجيب القرص اللي بيقطع في الحيطه او بيقطع في الرخام، الاثنين هيشتغلوا برضو، وهبتدي همشي على العلام بتاع الليزر بالظبط، وهنزل تحتيه كده ب 3 سم وهعمل علام تاني. بعد كده هجيب علبه الماجيك، العلبه دي بتاعت الكهرباء، احنا بنعمل كل ده للكهرباء. هبتدي هخش في العلامات اللي انا عملتها دلوقتي بنفس القرص بتاع القطايه. لما احدد كل حاجه بقرص القطعيه واجي اشتغل بالهيلتي مش هبوظ الحيطه، هشتغل على العلام بالظبط زي ما انتم شايفين كده. كده احنا كسرنا كل الكهرباء اللي احنا عايزينها، يا دوبك عملنا خط نعدي بس الخرطوم، ما كسرناش كتير وما اخدناش برضو وقت كبير، الكلام ده كله اخد في ايدي ساعتين. هرش ميه مكان التكسير عشان لما اجي اشتغل بالاسمنت الاسمنت يمسك كويس. هبتدي اول حاجه بمكان العلب الماجيك، بعد كده هثبت العلب الماجيك مكان الاسمنت اللي احنا حطيناه. انا اول مره اشتغل في موضوع الكهرباء ده، فلو انا بعمل حاجه غلط محدش يتريق عليا، فالموضوع دوت يعني بالنسبه لي صعب، يمكن دي اكتر حاجه اخدت معايا وقت. اهم حاجه قبل ما اثبت علبه الكهرباء في الحيطه اكون فاتح فتحه من اليمين للخرطوم زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هبتدي بقى اثبت الخرطوم بالاسمنت، يعني احاول اقفل عليه كويس زي ما انتم شايفين ببروه صغيره، او لو معاك مسطرين هيشتغل. كده احنا خلصنا كل الكهرباء، وطبعا بعد ما اتاكدت ان الاسمنت جف تماما جيت تاني يوم بدات بقى اشتغل في الديكور اللي انا هعمله. انا مش هعمل ولا بوهيه ولا هدي معجون ولا الكلام ده كله، انا سافرت مخصوص القاهره في وسط البلد شارع اسمه الرويعي، جبت منه الفوم دوت، الفوم كتير جدا هناك واشكال كتيره جدا، لو حد عايز يروح يشتري من هناك. جبت درجه الكافيه الغامق اللي على شكل طوب، هو مدي على طوب على خشب يعني، لا هو شكله حلو بصراحه عجبني. وجبت درجه تانية افتح منه شويه، ممكن دي تكون انا يعني ممكن تكون كافيه فاتح، هي مديه لرصاصي على كافيه حاجه زي كده، بس برده شكلها جميل جدا هتفتح معاه المكان. فتعالوا نجرب نلزق واحده كده ونشوف، انا اول مره الزقه طبعا. بس اهم حاجه هعزل الحيطه كويس، مفيش اي تراب على الحيطه، دي اهم حاجه، وبعد كده هبتدي الزق وانا مطمن، لكن لو في تراب على الحيطه مش هيلزق كويس وهيتشال. بس في تركيبه بسيطه كده لازم نعملها عشان الشكل بتاعك يبقى مظبوط. في حز بسيط كده زي الحز اللي فوق الطوب ده بالظبط، هاخد الحز اللي في اليمين والحز اللي في الشمال ده هشيله بكتر، وبعد كده هبتدي الزق عشان لما اجي الزق واحده جنب الثانيه يبقى كلها مسلمه لبعض، ما يكونش فيه فاصل في النص، الفواصل تبقى فوق وتحت ما تبقاش من الجنب عشان الشكل يبقى منسق وجميل ما فيهوش اي لحمات. واهم حاجه وانا شغال افرغ مكان علب الكهرباء عشان ما تهش، وفي الاخر مش هعرف مكانهم، فلازم اشتغل كده بنظام واحده واحده عشان الدنيا تبقى حلوه معايا. اخدين بالكم لما شلنا الحز بالقطر بنسلم الطوبه جنب الطوبه واللحام مش باين. هقطع بلاطه الفوم على اتنين وهبتدي اشتغل بالنص اللي فوق زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه وانا برص الشغل بتاعي نص طوبه يكون على نص طوبه كانك بتبني بالظبط. في طريقه ممتازه جدا في لزق الفوم ده، لو انت هتشتغل بالطريقة دي هتقطع بالمقص او بالقطر، ويعتبر البلاطة بتسلم بلاطة زي كده، يعني اللحام مش هيبان اصلا، بس المشكلة ان هو هيهدر منك كتير، فانت اسلم حل تشتغل بالطريقة اللي انا قلت لك عليها. Thank you.
بعد ما هخلص الفوم خالص بعد كده هبتدي بقى اقفل الكهرباء بتاعتي. هثبت مثلا في الشاسيه دوت بارستين، انا محتاج ان هنا مثلا يكون بارستين، محتاج في الفيشه التانيه باريزه واحده. هنسق الكهرباء على حسب المعدات او الشغل بتاعي اللي انا بشتغله. هوصل البريز بتاعتي بالكهرباء، بعد كده هاخد كوبري البريزه التانيه وهكذا. نفس الطريقه دي هشتغل بيها في كل البريز التانيه. انا كده تمام خلصت الفوم بتاعي وخلصت الكهرباء، هرص بقى المعدات بتاعتي. احنا كده شبه خلصنا. والتابلو بتاع المعدات دوت انا كنت عامل له فيديو قبل كده، هسيب لك الرابط في صندوق الوصف، خش وخد فكره برده هتستفيد منه كتير. كده احنا شبه خلصنا الورشه كلها، بس فاضل حاجه واحده وهي الارضيه. الارضيه شكلها مش ظريف، فجبت لها مشمع باركيه. المشمع دوت الخامه بتاعته تقيله وكويس جدا، وده رقم استاذ محمد كمال اللي بيبيع المشمع دوت. ممكن تتواصلوا معاه وتقولوا له احنا تبع قناه دربكه، هيعمل معاكم واجب كبير قوي. تمام كده انا اتاكدت من المقاس بتاعي، وبرده هقطع بزياده عشان كمان هعمل وزر على الحيطه عشان النشاره ما تنزلش تحت المشمع دوت، او لو في ميه اتدلقت فبرده هعمل حساب كل حاجه. اي ركن او اي خلع كده هقطعها بالطريقه دي وهشتغل براحتي عشان الشغل في الاخر يطلع مظبوط مفيهوش اي غلطه. وكده احنا خلصنا المشمع اللي على شكل باركيه. هو بصراحه اخد مني مجهود كبير، يعني حاولت اظبطه على قد ما قدرت، وطبعا كل ما هيقعد اكتر كل ما بيطبق على الارض اكتر وبيبقى ملامس تماما للسيراميك وبيكون مفيهوش اي فراغات. كده احنا خلصنا الورشة كلها، تعالوا بقى نرجع كل حاجة زي ما كانت. كده احنا خلصنا الورشة كلها، تعالوا بقى نتفرج على الورشة ونشوف احنا عملنا ايه. اول حاجة انا ما خدتش غير طاولة النجارة والمنشار. اي حاجة في الورشة شلتها، شلت كل الزحمة اللي كانت عندي حتى بواقي الخشب كله. وبعدين فيما بعد يعني هعمل وحدات تخزين، هوفر المكان على قد ما اقدر، واحاول اعمل حيل وافكار بسيطة توفر معاك المكان. الاهم من كل ده بقى اللي انت تقول لي رأيك بصراحة في التعليقات، وتقول لي لو في حاجة انا عملتها غلط برضو قولها لي في التعليقات. الموضوع دوت مفهوش زعل، اهم حاجة تعرفني الصح والغلط لو انا كنت شغال غلط. لو تلاحظوا هنا انا عملت باب الورشة بنفس الفوم وبنفس الصف اللي انا ماشي عليه. لو انت بصيت عليه من بعيد مش هتاخد بالك ان دوت باب. بصراحة الفوم دوت فكرة عبقرية جدا، عملي جدا، تقدر تلزقه على اي حاجة، هيتلزق معاك على حيطة، على بوهية بلاستيك، على بوهية بزيت، هيتلزق معاك على محارة، هيتلزق معاك على خشب. لا هو بجد بجد ممتاز وهيفتح لك افكار كتيره في دماغك لو انت حابب تعمل اي ديكور بسيط بتكلفه بسيطه في بيتك. وكده نبقى انتهينا من الفيديو النهارده. اهم حاجه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.